مرحبا بكم من جديد في حلقه جديده من برنامجكم زوموتو اللي غنهضروا فيه اليوم على بورش اللي كتحتفل بمرور 75 عام على تاسيسها والكونسيبت الجديد ديال اودي اللي غيبهر عشاق المغامرات. ما تنساوش ديروا افوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم احدث العروض والتخفيضات. في يونيو 1948 شركه المانيا صغيره كتحمل اسم بورش غادي تحصل على عقد الموافقه لانتاج اول سياره باسم 356، ومن بعد 75 عام الشركه المصنعه اللي بدات صغيره ولات امبراطوريه حقيقيه. وبمناسبه هذه الذكرى 75 على تاسيسها قررت تحتفل بطريقه مميزه وتخلي هذه الذكرى راسخه. هذا الشيء اللي طرا من خلال الكشف عن سياره 357 بورش فيجن الاختباريه. الجانب الجمالي ديال هذا المنتوج الجديد مستوحى من الموديل 356، كيف ما كتلاحظوا الجزء الخلفي وخاصه الشبكه اللي كنلقاو بحالها في الموديل الاسطوري 356. اما المحرك جاب مستوى اكثر روعه بفضل الاعتماد ديالو على محرك 6 سيلندرات ديال كايمان جي تي 4 ار اس صاحب 500 حصان. تكريم جميل من بورش قدرات تجمع فيه ميل الماضي الحاضر والمستقبل في هذه السياره الاختباريه اللي غادي تكون عندها بلاصتها في اسطول بورش كاخت صغيره لبورش 911. وفي الموضوع الثاني ديال اليوم اودي كتبهرنا بكونسيبت جديد اكتيف سفير اللي كيتميز بخاصيه فريده من نوعها. هاد بروتوتايب من فئه سيارات الكوبي الكبيره والكهربائي 100% كيقدر يتحول لمركبه بيكاف بضع ثواني. كيفاش؟ بكل بساطه الجهه الخلفيه كتقسم على زوج، الباب الخلفي كيميل 180 درجه وكيتموضع على السقف البانورامي وجزء اخر كيتمدد للوراء، وبالتالي الجزء الخلفي كامل كيتحول لمساحه مفتوحه على شكل كابين قابل للاستعمال. ومجرد تعديل اكتيف سفير كيولي عملي اكثر بحيث يقدر ينقل جوج دراجات. وماشي غير هادشي اللي كيتميز بين النموذج الرائع، فهو مريح على جميع انواع التضاريس بفضل ميزه تعديل الارتفاع على الارض حسب نوعيه الطريق. وهذا الموديل هو الرابع في السلسله الانتاجيه اللي كتشمل جراند سفير، سكاي سفير والاوربان سفير. سالات الفيديو ديال اليوم، تلقاو في الحلقه الجايه.